طالب المدعون العامون في 47 ولاية أمريكية الناخبين الأمريكيين بالتحلي بالسلمية واحترام نزاهة الانتخابات ونبذ العنف. شدد المدعون الأمريكيون على ضرورة احترام الناخبين لنزاهة العملية الانتخابية ونبذ العنف. يأتي هذا في وقت اتخذت به السلطات الأمريكية سلسلة من الإجراءات الأمنية المكثفة. ففي لاس فيغاس وهي إحدى الولايات المتأرجحة يحيط سياج أمني مبنى فرز الأصوات في مقاطعة نيفادا، وشملت الإجراءات الأمنية تعزيزات في ولايات أخرى حيث تم تفعيل الحرس الوطني وتم وضعه في حالة تأهب في 19 ولاية لضمان سلامة العملية الانتخابية.